كردستانيا أيضا. قال وزير الإقليم لإدارة الحوار مع الحكومة الاتحادية خالد شواني، قال إن لجنة المفاوضات بين أربيل وبغداد شخصت تهميشا للمكون الكردي في كركوك. وأضاف شواني أنه تم تشخيص إبعاد 61 مسؤولا إداريا في المحافظة، وأن لجنة المفاوضات تشدد على أن كركوك هي مدينة لتعايش كل المكونات وليس لمكون واحد. كذلك المكون الكردي في كركوك مهمش في الوضع الإداري، في الوضع الأمني، في الوضع العسكري. فمثلا فقط منذ 2017 إلى الآن تم تغيير وإبعاد 61 مسؤولا إداريا في هذه المحافظة وعيونا، بدلا عنهم من المكونات الأخرى. هذا تهميش وتغييب لمكون يشكل أكثر من 50% من محافظة كركوك. كما حتى إن القوات العسكرية الموجودة هناك لا توجد فيها التوازن، كلها من لون واحد ومن مكون واحد. هذه المنطقة التي فيها تنوع عرقي وتنوع ديني لابد أن تكون للقوات العسكرية الموجودة هناك تعكس هذا الواقع اللي موجود، حتى تكون محل الثقة، محل ثقة الجميع وسكان هذه المناطق. سنبدأ بخطواتنا بالحوار مع الحكومة الاتحادية لغرض إعادة تنفيذ، إعادة تشكيل وبدء بخطوات تنفيذ مادة 140 من الدستور باعتبارها الحل الدستوري لمعالجة مشكلة هذه المناطق. وفي نفس الوقت ستعمل حكومة أقليم كردستان لمد جسور التعاون والتعاون والحوار مع مكونات التي تسكن في هذه المناطق لكي تكون هذه المناطق، لكي نتفاهم حول الحلول والآليات الموجودة لتطبيع الوضع في هذه المناطق والمعالجة المستقبلية لمشاكل هذه المناطق، مع تأكيدنا بأن هذه المناطق هي مناطق للتعايش السلمي بين جميع المكونات الأصيلة في هذه المحافظة وكذلك مجمل المناطق المتنازع عليها.